ثم قال ابن العبري في صفحة 454: المستعصم ابن المستنصر، وفي سنة 640 هجري بويع المستعصم يوم مات أبوه المستنصر، وكان صاحب له وقصف صاحب له ولعب وافتنان في الطعام والشراب، صاحب له وقصف شغف بلعب الطيور أو شغف بلعب الطيور أحب وأصاب قلبه وأولع بلعب الطيور، شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء، وكان ضعيف الرأي قليل العزم كثير الغفلة عما يجب لتدبير الدول، وكان إذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التتار إما المدارات والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم أو تجيش العساكر أو تجيش العساكر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق، فكان يقول: أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد، ولا أيضا يهجمون علي وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي ودار مقامي. فهذه الخيالات الفاسدة، والكلام لابن العبري يقول: فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب فأصيب بمكاره لم تخطر بباله. وفي سنة 641 هجري غزا يساور نوين الشام، ووصل إلى موضع يسمى حيلان على باب حلب، وعاد عنها لحفي أصاب خيول المغول، أي تقشرت حوافر الخيول من كثرة المشي، واجتاز بملطية وخرب بلدها ورعى غلاتها وبساتينها وكرومها وأخذ منها أموالا عظيمة حتى خشل النساء، أخذ أموال عظيمة حتى خشل النساء، أخذها حتى خشل النساء وصلبان البيع ووجوه الأناجيل وآنية القداس المصوغة من الذهب والفضة، ثم رحل عنها وأقحطت البلاد بعد ترحال التتار ووبئت الأرض فهلك عالم، وباع الناس أولادهم بأقراص الخبز. لاحظ في البلاد الإسلامية الملوك السلاطين الأئمة الخلفاء يعيشون مترفين في غناء ورقص وطرب وفجور وخمور، والناس تبيع أو الأولاد تبيع أولادها والثمن أقراص من الخبز. أين الخليفة الأول؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين أهل البيت؟ أين علي؟ أين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين هؤلاء؟ وأين هؤلاء الأئمة الفجرة؟ أئمة ابن تيمية وقادة ابن تيمية وخلفاء ابن تيمية، أين هؤلاء وأين أولئك؟ يكمل ابن العبري يقول: وفي سنة 642 هجري أغار التتار على بلد بغداد ولم يتمكنوا من منازلتها.